فيكم متابعينا الكرام بالحصيلة الرسمية لانتشار كوفيد 19 في الجزائر اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022، وهذا حسب آخر تصريح لوزارة الصحة الجزائرية. فقد تم تسجيل 112 إصابة جديدة وكذلك تماثل 101 حالة للشفاء، إضافة إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، مع تواجد حالة واحدة في العناية المركزة، نسأل الله الشفاء لها.